لا انا اليوم جينا بالطريق الساعة بالستة، بالستة الصبح، ولا تلاقونا سلابة، والسلابة الساعة بالستة الصبح بالضبط، والطريق هاي بين حدود البصرة وبين حدود الناصرية، احنا نهاية الرميلة هسه، وسلبونا وخذوا لهم سيارتين من عندنا، وهاي سيارة كيف طلقناها؟ بداية الرميلة. وانا بالنسبة لي من هذا المكان انشد الناس الشرفاء، ضباط الشريفين، قائد عمليات، وزير الداخلية على هاي المصاب، اروح لابو الناصرية، ابو الناصرية يقول لي روح للبصرة، اروح لابو البصرة يقول لي انت على طرق الناصرية، وهاي من الساعة بالستة الصبح لحد هاي الساعة لا السيارات لزمناهن ولا احد اجانا سوانا دعوة واشتكينا على احد، ولحد الان هاي سياراتنا كلها طلقات، وما يعني ما نريد واحد بس يقول لنا هلا بيكم تعالوا نيت، وهاي سيارة نزلوها وهذا الطريق، هاي مو أول مرة، هاي ثالث مرة يتسلب الطريق، لا بي حكومة طريق بصرة ناصرية، ما بي لا حكومة ولا طريق تايه، تايه طريق، وهاي طلقات شوفها، ضربت السيارة، ونزلوها، واحنا ما محتارين المن نسأل، المن نروح، يا هن نروح ليه؟ يا احنا هسانا بالعراق لو بغير دولة، إذا بغير دولة هم قلوا لنا، أنا هسه بين الناصرية والبصرة، هل هاي دولة صايرة بين المحافظتين؟ لو هو هذه دولة وحدة، ما خلينا من الساعة بالستة الصبح لحد هاي الساعة، والله ما خلينا لا ضابط ولا خلينا شرطي، ولا جاهد تجي قال لك أنا مالي شغلة به، يعني هسه احنا نبلغ الحرامي نقول له عمي سلب براحتك، ترى ما حد يلزمه، الله وكيلك لا حكومة ولا شيء بهذا الطريق، واللي يريد يحفظ حبيبته ويسلم على عياله وعلى يقعد عند اهله ويسكت، لا يحمل ولا يمشي لان الطريق مو امان بعد. وانا اسلم على بالنسبه لوزير الداخليه وبالنسبه لضباطنا الشرفاء اللي هم الواحد ينام بسدهم من هالظلم هذا، وانا انظلمت وهذا اللي صار بي، والله يستر عليكم ان شاء الله. حياكم الله مشاهدينا الكرام بحلقة جديدة من برنامج صوتكم، هذا البرنامج اللي نوجد بشاشة الرافدين حتى نسمع آراءكم وتعليقاتكم حول المواضيع اللي نطرحها في كل حلقة. تقدرون تشاركون بالبرنامج على أرقامنا التالية، الرقم اللي تشوفوها أسفل الشاشة ذن الاثنين، من داخل العراق من زاخو إلى الفاو تقدرون تتصلون بنا بأي دقيقة من دقائق البرنامج. أما الرقمين اللي راح تشوفوهن هسه هنا ذن الرقمين مخصصات إلى خارج العراق، أيضا من الداخل تقدرون تتصلون بها، فعندكم أربع أرقام للاتصال، من يعيش في خارج العراق عند ذن الرقمين، ومن يعيش في داخل العراق عند ذن الرقمين، وعندنا رقم أخير للمشاركة بالبرنامج، هذا الرقم، هذا الرقم مخصص لرسائل الواتساب فقط، أرجع وأنوه هذا الرقم للرسائل بس مو للاتصال، لأنه ما راح تدق علي، ما راح يبين عندي بالسيستم، ما راح أقدر أستقبل اتصالك ولا أي مكالمة من هذا الرقم أو رسالة صوتية هم أنا ما أقدر أستقبلها، فقط الرسائل المكتوبة أتمنى تكون مكتوبة ومتبوعة باسمك ومكانك حتى نقدر نقراها بالدقائق الأخيرة للبرنامج. الفيديو اللي شفتوه بعد شارة البداية هو هذا مو موضوع حلقتي، بس هو هذا حال العراق. أنا موضوع حلقتي اليوم هو الانفلات الأمني. أنا موضوع حلقتي اليوم هو الناشط اللي دا يعتقل. أنا موضوع حلقتي اليوم مو بس المسلبشي اللي موجودين بأمر من الدولة، بأمر مو من الدولة الله أعلم، لكن أنا ما أقصد بس ذلك. أنا أقصد كمواطن عراقي اليوم هو عايش ببيته، يجي واحد لا تقول لي اعتقال، لأنه الاعتقال الرسمي ما يصير بالصورة اللي دا تصير بيها بالعراق. الاعتقال الرسمي أكو أمر قضائي، أكو قضية الناس تعرف بيه وين دا يروح، هذا تغييب، هذا خطف، هذا تسليب لي لأرواح الناس، إي نقدر نسميه هيك، بس تسمي لي اعتقال هذا مو اعتقال، لأنه الدولة من تعتقل واحد المفروض تروح على أهله، ابنكم متهم بالقضية الفلانية، راح يجي يمنا نستجوبه إلى حين انتهاء التحقيق، انتهى التحقيق وراه يتحول إلى محكمة، أهله يقدرون يشوفوه يفتهمون من عنده، يقدرون يوكلوا له محامي إذا كان مذنب، وإذا كان غير مذنب أثناء فترة التحقيق يثبت أنه هو بريء ويطلع ويرجع لأهله كأنما شيء لم يكن، هاي بالأمور الطبيعية. أما بالعراق اليوم إحنا ما عندنا شيء طبيعي، إحنا عندنا واحد شايل سلاح، ميليشيا، حزب، حماية، كما يكون هذا شايخ على الدولة لأنه السلاح بحزامه،
يضرب طلقات ويخطف ويعذب ويقتل وبكيفه. هسه اكو وسم بالعراق لإطلاق سراح الناشط العراقي سجاد العراقي وبقية الناشطين المختطفين لدى الميليشيات، واكو وسم موجود حاليا في مواقع التواصل العراقي اسمه سجاد وين يا برغيف. هذا هو موضوع حلقتي، حياكم الله. اول اتصال ويانا من سنجار محمد، حياك الله يا محمد. السلام عليكم. عليك السلام والرحمه والاكرام. هذه صارت فوضى استاذ. نعم. هذه فوضى صارت، انتهت لطخوك حسيدك والله العظيم، قسم بالله، اقسم بالله العظيم، اقسم بالله العظيم، هذا حتى بيته ما يبات هذا الكاظمي، فليمون يطلع له شرطي. هذه صارت حصات عندك، شلون لعبوا بينا السنة؟ شلون لعبوا بينا واعتقلوا كل بيت اثنين وثلاث؟ كانوا 4000 أعرف 15 سوهم 300,000. هذا بعد جاب لهم هم الله قبض المتظاهرين، بس يحطون حكمهم العوض. احنا يحطون حكمهم العوض، وين يروحون؟ والله العظيم لا يلحقونهم لبيوتهم، بس احنا حقنا عند امريكا. امريكا اذا اكو دول تقوم بشكوى للعراق، المتظاهر يقتلونه، السني يخطفونه، السني يقضونه ويركبوا 4 أرهاب. هم درجة الأولى رقم 1 بالأرهاب هي هذا الدولة العراقية. احنا حقنا عند امريكا، بس تريد دول طالبنا تعالوا انتوا سلم تلقيهم لجديد، تعالوا تعالوا شنو هالشيء قال لها؟ هذا اللي خطفونه، هذا اللي قتلونه، هذا اللي موتونه. يعني حتالك اليوم، اليوم حتالك سلام ينفلت على هذا في الحمل الوطني، حتى خش قال احنا ما انظر هيك، هذه مو وضعيه. احنا قال هذه مو وضعيه، في مصطفى الكاظمي اذا الرجل ما يقدر عليه خليه يسحب نفسه، خليه يسحب لنا واحد. احنا كل 5-6 أشهر يستلمنا واحد، يقتلهم 500 مليون. انا بيطلعونا كورونا، انا بيطلعونا المختطفين، انا بيطلعونا اشكال، انا بالسجناء يبيعونها بفلوس، حتى المجتمع المتاج بفلوس اهله. والله العظيم هذول حاط بخت، بس ولا ضروره انه بشنو. بس احنا اذا اكو رجال والله هي لو انا اقدر اصلي اقول ابو امريكاني حق عندك، كلمت لايران الفرد 100 حزب، اكو دوله بيها 100 حزب، كل واحد بيحكم محافظه، ما نقدر نطلع مظاهرات احنا؟ ليش؟ اللي يطلع بابا لو انت داعش تطلع مظاهرات 4 محافظات الساعة مقبوره منتهيه، هي ونسوانها، بس النسوان موجوده وحش فيها، وانا ممنون. شكرا منك. شكرا، شكرا لك اخ محمد. يعني اريد اسال سؤال، سجاد العراقي حسب المواقع الرسمية ما يندلون بوين، وأهله يقولون سجاد العراقي اختطف بشهر أيلول الماضي، وإحنا هسه بحزيران، يعني صار لغايب 9 أشهر. 9 أشهر أهله ما يندلون وين؟ 9 أشهر المواطن عراقي. أنا أريد أسأل سؤال واحد، أريد أسأل سؤال إلى البرلماني، أولهم محمد حلبوسي رئيس مجلس النواب العراقي، وأسأل الوزير، وأولهم مصطفى الكاظمي رئيس مجلس الوزراء العراقي، وأسأل اللي يشتغل برئاسة الجمهورية، وأولهم برهم صالح رئيس جمهورية العراق حسب ما هم كاتبين. يعني أنت من مسؤول ويصير عندك مواطن يختطف وأهله ما يندلون به، وأبوه يطالب بهذا الولد ويقول ابني وين ينكتل، انت ايش عندك قاعد مكانك؟ ما هذا اللي انكتل هو المواطن، وهو الصوت الانتخابي، وهو القاعدة الشعبية، وهو أساس هذا البلد، وهو العمود اللي انت تبني عليه هذا البلد، وهو اللي من انت تطلع الذرية اللي راح تبني هذا البلد، هو كل شيء بهذا البلد، وانت قاعد. مسلم من الناصرية حياك الله. ألو، وياك على الخاص.
حياك الله اخوي. حولني على الاذاعه المذيعه رحم الله والديك. خلنا فيها. عليك السلام والرحمه والاكرام. قول اخوي. الله والديك. السلام عليكم اخوي. عليك السلام والرحمه والاكرام. تفضل اخوي. اقول لك الله والديك. السلام عليكم. عليكم السلام يا غالي. انت على الهواء. احنا على هاي الخط مال الكهرباء شارع قلبنا او الوحده والماي شارع قلبنا. نعم. شلون اخذ لنا الناصريه من هذه الشطره؟ شلون الكهرباء شارع قلبنا والمدارس شارع قلبنا، يعني كهرباء تطفي نص ونص. وياك قاعد وياك على الخط وياك. اي نعم نعم كمل. اي والله يعني قلت لك هاي حكومه يعني مخربطه ما بيها حكومه، يعني شنو يعني ما تفهمني؟ يعني احنا قاعد نشتري مال مشترى وقبلك العباس وشوارعنا نقار. ها ونقار نقار يعني تراب. تعال طب للشطره فاليوم تعالوا زورونا رحم الله والديك. تعال زور الشطره وشوف زبالتها وشوف. نعم شكرا شكرا لك مسلم. ابو محمد من الناصريه حياك الله. من الموصل. العفو العفو ابو محمد من الموصل حياك الله. عليكم. عليك السلام والرحمه والاكرام. ونحيي الكاد كامل. حياك الله يا اخوي. احنا على المظاهرات والناشطين والميليشيات كلها من وراء ايران. نعم. يعني اسعى واحد يطلع يظاهر او واحد اسعى المناطق السوريه يعني نعم اي كان لا يقدر يظاهر لا يكتب اي شيء يروح القضبان. يعني اسعى اكثر شباب في السجون يعني منتظر هذه ما في اي مجال. نعم ذريعه الايران هذه. نعم أبو محمد. نعم أبو محمد يعني إذا تسمعني أتمنى ترجع لي مرة ثانية. أنا أعتذر منك بس أكو مشكلة بالصوت وأكيد هي المشكلة مو من عندك. أنا أعرف هي مشكلة هيئة الاتصالات أو وزارة الاتصالات أو شركات الاتصالات بالعراق. قضية الاتصالات بالعراق هواية حكينا بيها وهواية قلنا أنه أكو بيها مشاكل وأكو بيها قضايا وبيها فساد والمواطن العراقي دا يدفع فلوس حتى يأخذ خدمة وما دا يقدر يحصل خدمة زينة. والدليل الصوت اللي سمعناه والتقطع الكثير اللي صار بالمكالمة ويا أخونا أبو محمد. أتمنى ترجع لنا حتى نسمع صوتك بشكل أوضح ونفهم الموضوع بشكل أكثر. سجاد يعني سجاد العراقي هو واحد من 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 عشرات الناشطين المختطفين. المشكلة هي مو شغلة سجاد وبس. مشكلتنا انه سجاد اختطف بشهر ايلول 2020 يعني وراء 4 أشهر مما اجى مصطفى الكاظمي. مصطفى الكاظمي نفسه اللي وعد وقال انا اتعهد للناشطين والمتظاهرين انه احاسب اللي اذى المتظاهرين، احاسب اللي ضرب المتظاهرين، وحاسب اللي اختطف المتظاهرين، واللي عنده حق من المتظاهرين انا اجيب له حقه. واحد يقول له خيو هذا انخطف ورا ما صرت انت رئيس وزراء بخمسة اشهر. انت قلت تحاسب اللي انقتله وقبلك. زين واللي بوقتك شنو؟ دوله خارج قوس. سؤال ترك مثل ما كنا نمتحن بالبكالوريا عندك اترك سؤال ما اعرف. ابو محمد من الموصل رجع لنا. حياك الله يا ابو محمد. الو يا الو هسه كثير من الناشطين سجاد وغير سجاد لكن الحكومه تعرف والله تعرف وين هم. نعم والله تعرفهم وين. تعرف الاحزاب اللي تاخذهم وتعرف الاحزاب اللي تستقبلهم. هذا اللي اخذوه قبل ايام هذا مدري مصلح هذا اربع ارهاب. هذا هسه الاخبار بعد عند الحشد اخذ يعني هذا اخذ راح يشتغل صراحه لانه فساد الحزب راح سجاد من
نعم نعم، شكرا شكرا لك ابو محمد. يبدو انه شبكه الاتصالات غير مؤمنه في الموصل، لهذا السبب مدى يقدر يوصل لنا رايه بشكل واضح. اما حسن من المحموديه، حياك الله. الله يشارككم ويساعدك يا غالي. شو الصحه؟ نحمد الله على كل شيء. شلونكم انتم؟ انا عندي ابني مسجون بالسجن، ما احتاج لا مواجهه لا عزل ومريض. نعم. اي والله. ايش قد صار له مسجون؟ تقريبا 4 سنوات صار له، بس لو مواجهه ماكو، صار له سنتين ماكو مواجهه، لا يخلونا نروح نشوفهم، لا هاي لا مخابرات. قلت لي هو مسجون بالناصريه؟ لا بالتاجي، سجن بالتاجي. شنو تهمته بالله اخوي اخ حسن؟ مشاجره والله، وصارت وحكم هذا القاضي 10 سنوات مشاجره. اي والله. سؤال اخي العزيز بالله، بهاي المشاجره صار يعني مثلا واحد مات؟ اي هو مات بيها ذاك. يعني هو ما حكمه كمشاجره، حكمه في جريمه قتل مثلا؟ حكمه هي ما قتل 10 سنوات. وما عندكم مواجهه من 4 سنين؟ مواجهه ما صار لا قبل الكورونا، اللي جاي من الكورونا واللي جاي ما لا مواجهه ولا. زين ما تعرفون اوضاعه شلون عايش، البقاوش مالته، ياكل ايش يشرب؟ خابرنا ذاك اليوم واحد صاحبه قال بي طالعات حتى اقراص ناريه بظهره، لا دواء لا علاج نودي له. اي والله. حكومة حشا قايم. نعم. خرب بر الحكومة. نعم نعم نعم، وصلت وصلت. احمد الله واجهك يا ابني. والديك شكرا شكرا جزيلا لك. ابو طيبة من البصرة، حياك الله يا ابو طيبة. حياك الله يا اخوي. بالنسبه لموضوع المتظاهرين استاذي العزيز، اليوم المتظاهرين خرجوا من اجل الصراخ والتغيير لهذه المجاهره. قلتم لديكم العلم واليقين بان هذه الحكومات التي سابقت على حكم العراق هي حكومه جائره وضد الشعب العراقي. اما بخصوص السجاد العراقي، صار له فتره من الزمن اختطف. وبعلم الحكومه وبعلم القوات الامنيه ويدرون كل الدرايه وكل المعلومات عليهم من الخاطف ومن الجاني، ولكن اليوم الحكومه تقف الامر لهذا على هذا الناس المدني الذي خرج مطالبا بحقوقه المشروعه. اما بالنسبه للعراق اليوم عموما، تحكمه ميليشيات واحزاب مواليه لايران، هو تعلم بعلم علم رئيس الوزراء الذي اساء كل الخير. حقيقه انه اليوم الكاظمي اصبح مجرم، ارتكب الاجرام بحق العراقي. لذلك على الشعب العراقي اذا كان الشعب واعي ولديه الثقافه ولديه الهويه العراقيه ان يخرج ضد هذه الاحزاب والمنشات التي سبت العباد والبلاد. نعم استاذ. نعم نعم، شكرا شكرا لك ابو طيبه على المشاركه. ابو وطن من لندن، حياك الله. اخي العزيز الغالي تحياتي لك. وحياك الله اخوي العزيز. الله يحييك. عيوني. تفضل يا غالي. عيوني. 23 لجنه تحقيق. نعم. باغتيال الناشطين لحد الان طبعا. نعم. ومنذ تشرين انتفاضه، بدايه انتفاضه تشرين لحد الان، هاي طبعا الارقام الرسميه مالت الدوله. نعم. مقتل 81 ناشط. نعم. واحنا اليوم جاي نسال على سجاد العراقي اللي هو واحد من عندهم. هنا نريد نوجه سؤال يعني لصاحب الحل والعقد، اللي بنقول هو صاحب الحل والعقد، اللي هو صمام امان العراق. نعم. هو الحشد الشعبي، ما يسمى الحشد الشعبي، اللي هو اللي يجمع كافه الميليشيات المجرمه بالعراق. اليوم خلينا نحكي بصراحه، بعد ماكو داعي للمجاملات، لان الوضع ما يتحمل مجاملات. صمام الامان بالعراق اللي هي المرجعيه هي اللي اسست الحشد الشعبي، مو؟
هذا الواقع يقول هالشكل؟ نعم. زين. شكل طبعا شكل أسسة الحشد الشعبي لمقاتلة ما بين قوسين داعش. راح داعش انتهى. فيلم داعش، الفيلم السينمائي داعش انتهى خلاص. شنو الداعي وجودهم حاليا؟ شنو السبب وجودهم ليش؟ ماكو وزارة دفاع، ماكو داخلية أمن واستخبارات وشرطة اتحادية ومليون تشكيل وتشكيل أمني وعسكري. وجودهم ليش؟ حرس ثوري؟ نسخة إيرانية في الأرض العراقية؟ هاي الرسالة الأولى. الرسالة الثانية إذا ممكن للأفراد هذا الحشد، أفراد هاي الميليشيات، يعني الذكي بيهم، المثقف بيهم، اللي يفهم شوية بيهم، مع أن كل هاي الصفات ما أعتقد موجودة. نعم. إيران اللي جاي تدعمكم وتحتضنكم وتدللكم مو حباً بيكم، ترى إيران دولة قومية، ترى مو دولة دينية ولا شيعية ولا مذهبية، إيران دولة قومية، وجاي نشوف هسه تفاوضها ويا الأمريكان ويا السعودية، وجاي ترتب أمورها بالمنطقة، باكر عقبه تبيعكم بقش الرقي حش السامع، مثل ما اشتركتكم برخص راح تبيعكم برخص. انتبهوا بس لهاي الكلمة، اشتركتكم برخص وتبيعكم برخص. نعم. ما المطلوب من العراقيين حاليا، طبعا الانتخابات على اساس ان اكو انتخابات بعد 14 لشهر العاشر، هل راح تجدي نفع عن هاي الانتخابات بظل هاي الظروف؟ مستحيل، مستحيل تجدي نفع. شنو الحل؟ الحل انتفاضه ثوره عارمه بكل ارجاء العراق لاسقاط النظام السياسي والعمليه السياسيه من 2003 إلى يومنا هذا، وكل من اشترك فيها من سنتها إلى شيعتها إلى كردها إلى كل من شارك بهاي العملية، لا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكوا النار، هذا لا تركنوا إلى الذين ظلموا، ركنوا إلى الإيرانيين والأمريكان ودمروا العراق وشعب العراق وأرض العراق. فيا شعب العراق، ماكو غير الانتفاضة والثورة على هذا النظام الفاسد الحاكم وغير الموجود بالحكم. هم نقول النظام الفاسد مو معناته النظام الكاظمي، الكاظمي شنو بيده خطية؟ هذا مسكين، هذا لا يحل ولا يربط على قولك، هذا شبيده هذا؟ نعم. عشان تتابع تلاقي إيران هي اللي تحكم. نعم. نعم. شكرا، شكرا لك أبو وطن. من بغداد أبو صقر، حياك الله يا أبو صقر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليك السلام والرحمة والإكرام. أخي العزيز، إحنا صارنا 17 سنة نتكلم عن معاناة العراق. نعم. لحد هذه الساعة ما كل نتيجة. نعم. الله سبحانه وتعالى يقول الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. نعم. إحنا العراقيين إذا ما نصير خوش هواجم كنا وإيد وحدة، كل حل بالعراق ما يصير. العراق الآن مقسم إلى فئات، إلى عشرات الفئات، كل من يتبع له صنم من الأصنام، فكيف يكون حل يا عزيزي؟ أما هؤلاء أهل تشرين فلا يوجد أي مما يفعلون، القتل والتشريد ويبقون مشردون حتى قيام الساعة. والسلام عليكم. نعم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. شكرا، شكرا جزيلا لك لانضمامك لنا أبو صقر. فنرجع ونسأل الأستاذ مصطفى الكاظمي، يعني أنت لما تعهدت بمحاسبة قتلة المتظاهرين فجاوب لنا سجادة عراقي شون انخطف وشون صار لتسعة أشهر أهله ما يندلون به، وبالمقابل أنه أبوه يعني راح نتيجة مطالبته بابنه، فتقدر تحاسب لنا اللي أخذوا سجادة عراقي والناشطين؟ لو وعدك كان وعد عرقوب. محمد من السماوة، حياك الله. السلام عليكم أستاذ أبل. عليك السلام والرحمة والإكرام. تحية لك أخي العزيز وتحية للرافدين. حياك الله أخوي العزيز. أخي العزيز، إن الآلام والأوجاع تحتصر القلوب على المتظاهرين السلميين الشهداء. نعم. تعسًا وندامة لهذه الحياة التي أضحى الموت أهون منها، لأن الظلم والتردي بلغ أقصى مدى. أخي العزيز أفل، في وطني الميليشيات أقوى من الدولة،
وسلاحها أكثر من الدولة، ونفوذها أكبر من الدولة، والعشائر أقوى من الدولة، وسلاحها أكثر من الدولة، والكل ينادي حصر السلاح بيد الدولة. فمن يحصر السلاح، الدولة أم الميليشيات؟ أم الميليشيات من الدولة حتى تستقيم الأمور؟ أخي أبد، وإلى متى يبقى الشعب يتحمل؟ لقد فقد الشعب صبره وقدرته على التحمل، فأحذروا غضب الشعب وثورة الجياع وانتفاضة المظلومين، يا من تسمون أنفسكم بالسياسيين. وشكرا لك أخي العزيز. شكرا، شكرا لك أخ محمد. يعني لما نريد نتكلم عن الدولة، كل شيء بالعراق تقدر تسميه إلا دولة. إحنا بلد لا دولة، لأنه فعليا ماكو شيء اسمه دولة بالعراق. لما الدولة ما عندها هيبة، هاي مو دولة. لما الحكومة تعتقل واحد وتجي ميليشيا اللي من المفترض أنه هي تتبع إلى المكتب العام للقائد العام للقوات المسلحة، أو تتبع المكتب العام للقائد المكتب القائد العام للقوات المسلحة اللي هو رئيس الوزراء، وهذا رئيس الوزراء اعتقل مجموعة وتروح الطب وتهدد القائد مالتها وتقول له انقص ذانه، أنا ما دا أفتهم. هي يقولون حسب القانون اللي انضم بالبرلمان أنه انضمت إلى القوات المسلحة وتابعة إداريا إلى مكتب القائد العام للقوات المسلحة. القائد العام للقوات المسلحة هو مصطفى الكاظمي حاليا، لأنه هو رئيس وزراء، هو القائد العام للقوات المسلحة. فلما هذا القائد العام للقوات المسلحة اللي هو يقود الحشد يروح يعتقل واحد، يجوا الحشد يدوسون صورة القائد العام بالقندرة عذرا منكم، وراها يقولوا له انقص ذانك، وراها يطبون بسلاح من المنطقة الخضراء، يطلعوه مثل ما طلعوا قاسم مصلح المتهم بفيديوهات وتسجيلات صوتية انه هو مهدد فاهم الطائي وإيهاب الوزني الله يرحمه. فمدى افتهم هو من القائد العام؟ فاحنا كل شيء موجود عندنا الا الدولة. ام محمد ويانا حياك الله. ام علي من بغداد حياك الله. الو الو، هلا يمه. الله يحفظك، الله يحفظك عيوني. شلونك عيني؟ هلا بيك يوم، تفضلي. انا بخير ان شاء الله، انتم بخير؟ والله بخير في دول قلبك عيوني. الله يسلمك يمه، تفضلي. والله انا عندي عن شكوى، عندي مسجون بالتاجي. هم بالتاجي زين، وعنده يعني مريض، هو مريض، هو عنده اقراص ناريه طلعت فيه. شنو هي؟ اقراص ناريه قالوا يعني طلعت فيه. واحد خابرنا قلت كلش مريض، حزام ناري تقصدين؟ لا مو حزام، قالوا اقراص ناري. تمام. وما دي يطوع علاج هناك يعني الا من برا. انا رحت له مواجهه، اشتريت له دواء يعني من برا، وما طووا لي علاج ابد، حتى الصابون ما يطول هي يعني. الله اكبر، والغيره والواحد ما نام الليل يعني، واحد واحد حساسيتي ما ينام الليل. مو طرف ناري يا اخوي. زين اشكيل من اشكيل من اروح؟ زين اتحكي كل شيء، مرضى يعيطون بالعلاج، يطون عفو السجناء، كل شيء ماكو، ناسيهم. زين ماكو مروه. امن نشكي والله، امن نشكي والله، حالي من نشكي. نعم زين، من احنا مواجهه والله دله، والله دله يا اخوي، والله دله. زين الا نوصل الشباك، الا نوصل الحانوت، لا اسمح صوت يعني. شلون الميت، واحد ميت يعني، مثل ميت يعني. من هاي من كورونا والله سنتين ما شايف في ابني. زين مو 96 شباب راح والله مشاجره، والولد مات وحكم معاه 10 سنوات القاضي. نعم اتمنى يعني علاجي طبوا لي، ما حيطول العلاجات، لا صابون. الله اكبر. نعم تدول قلبك الله يخليك، ان شاء الله يوصل صوتنا. تدول قلبك الله يخليك، ان شاء الله يعني وصل صوتك. ما كبروا يكاظم ويجي سجنات فيهم، تدول قلبك. لا ناسهم حتى سجنات فيهم، ولا ناسهم ولا سجنات خطير يعني. ماكو واحد ما غلط. الله يوفقك الله يخليك، مشكور عيون الله يحفظك. هذا بيك، هذا بيك. شكرا، شكرا جزيلا لك لانضمامك لنا ام علي، وربي يرد لك ابنك ويمسح دموعك. هاي يعني ما اعرف
ما اعرف المسؤول من يسمع الامهات ويسمع الاباء ويسمع الناس وهي دا تشتكي كل هالشكاوي هاي شلون يقدر ينام مرتاح. ما اعرف المسؤول اليوم بالعراق شلون يقدر يحط راسه على المخده. خو باكر اكو حساب. باكر اكو حساب والحساب عسير. لانه اللي راح نروح نتحاسب يمه ما عنده ظلم. وما ينسى شيء. وراح يحاسبنا على الصغيره قبل الكبيره. فما اعرف انت يعني انت يا المسؤول شلون تحط راسك على المخده وترتاح وتتهنى بنومتك والامايه هيج دمعتها سائله والاب قلبه محروق على ابنه والزوجه مكسور قلبها على رجلها والام ملتومه لانه ابنها ما موجود. ما اعرف يعني انتوا لو تحطون نفسكم مكان المواطن العراقي تتحملون هذا الشيء؟ انتم يلي ادعيتم انه جيتوا لتحرير العراق من الدكتاتوريه ولتحرير العراق من الضيم ولتخليص العراق من الحصار، انتوا اللي جيتوا وعدتوا الناس بكهرباء ووعدتوا الناس برواتب ووعدتوا الناس بحياه رغيده ووعدتوا الناس بديمقراطيه ووعدتوا الناس بسعادة ووعدتوا الناس انه يكون العراق جنة ووعدتوا الناس انه يكون العراق قبلة لكل الناس، بس ما كانوا يتخيلون العراقيين انه الجنة اللي وعدتوهم بيها انه اذا طلع مواطن وقال اريد راتب يختطف. ما كانوا يتخيلون الجنة اللي انتوا وعدتوهم بيها اذا طلع مواطن عراقي ويقول انا اريد حقي ينسلب حقه بالحياة، مو بس يقصون لسانه. عبد الرزاق من باب الحياك الله. عبد الرزاق انقطع الاتصال وياه، اتمنى يا عبد الرزاق ترجع لنا حتى نسمع رايك بالموضوع. يعني اليوم بالبصره صايره قضيه اكو محكمه حاكمه واحد 10 سنين لانه متهم، هو متظاهر بشير عباس، متهم انه هو اللي حرق مقر الاحزاب. والله ما اعرف يعني اللي حرق مقر ينسجن 10 سنين واللي قتل مواطن عايش مرتاح، اللي سلب رزق الناس عايش مرتاح. مدى افتهم هاي المعادله يعني بالعراق. ام محمد من الموصل حياك الله. على مود مظاهرات المعتقلين ليش ولا قناة ما نقلتها على التلفزيون؟ شنو يوم؟ مظاهرات المعتقلين. شو وقت؟ اليوم بدت مظاهرات المعتقلين، النساء تبكي، الشيوخ، الجهال، ليش ما ولا قناة ما نقلتها؟ احنا نعتب على قناة الرافدين تنقل معاناة المعتقلين، الأمهات الواقفة من الصبح. أم محمد إذا تسمحي لي، إذا تسمحي لي، أكو إيه؟ تقرير اليوم إيه؟ موجود في نشرات الأخبار، إذا تتابعين قناة الرافدين راح تشوفي أمامك، يقول أطلق ناشطون عراقيون حملة جديدة تطالب حكومة كاظمي بالإيفاء بتعهداتها بالكشف عن مصير المغيبين من متظاهري ثورة تشرين والمعتقلين عبر تظاهرات في عدد من المدن العراقية إضافة إلى المدن العالمية. فإحنا مغطيها يا أم محمد، وما أتصور ما أتصور في اليوم قناة الرافدين صارت شيء يهم المواطن العراقي وما غطتها. والله احنا ردناها تنقل هاي الصورة، لان على الفيسبوك معاناة النساء تبكي على معتقلينها، بس ردناها انتو تنشرونها على التلفزيون تاع العالم يشوف. من الممكن يا امي العزيزة حتى تكونين بالصورة، من الممكن انه القوات الامنية منعت قنوات الاعلامية، قد تكون الصورة ما وصلت لنا نتيجة سوء الانترنت بالعراق في وقتها لهذا السبب من نشرت في وقتها الآني، لكن هي موجودة على قناتنا وتبث. نعم يعني قوات الأمنية منعتها. مو أقول لك من الممكن، أنا مدى أجزم. إيه من الممكن، هاي من الممكن سوء الإنترنت قد تكون ما وصلتنا لسبب ما في وقتها بحيث ما شفتيها في وقتها، بس هي موجودة أمي. إيه أي يوم والله
احنا قلبنا حرقان على هالمعتقلين ونريد ان نجي، بس هالوضع هذا السيطرات هذه ما تخلينا نصاب، ولا قلوبنا علقانة على ولدنا واحنا ما عدنا ومظلومين، ونريد الصوت من عندكم اهل القيرة اهل الناموس اهل الشرف، احنا ما عدنا غير انتو. الو خدام ان شاء الله لك والمواطن العراقي وكل الشعب العراقي، احنا بالخدمة ان شاء الله ام محمد وتأمرينا امر. اتمنى يا ام محمد انه نكون احنا عند حسن ظنكم، ولا تنسون انه قضية المعتقلين وقضية النازحين وقضية المغيبين وقضية المختطفين هي قضيتنا بهذا البرنامج، وعندنا حلقات كثيرة وموجودة على الانترنت تقدرين تتابعيها كلها فيما يخص المعتقلين، فيما يخص السجون العراقية، فيما يخص قضية المختطفين في السيطرات العراقية من ضمنهم ما حصل في سيطرة الرزازة، قضية المغيبين المهجرين، هاي كلها من هموم قناة الرافدين للوقوف مع أبناء الشعب العراقي، مستحيل ننسى شعبنا. ما تنسون وبارك الله بكم، احنا امهات الموصل تعرف ايش كثرها مظلومه، ويريد يروح اللي قاعد يسوون مظاهرات يخافون من السيطره. على راسنا على راسنا، وربي يعطيك طولة العمر انت وكل امهاتنا بالعراق من زاخو للفاو كلكم على راسنا. شكرا شكرا لك ام محمد على سعه صدرك. عبد الرزاق من بابل رجع لنا، حياك الله يا عبد الرزاق. السلام عليكم، شلون صدفك؟ عليك السلام والرحمه والاكرام. صادف بالنسبة للناشطين وقتلهم من قبل هذه العصابات، هم يردون يفرغون الساحة لهم، عرفوا بأنهم هم خاسرين هذه الانتخابات لا محالة، فطريقة مالتهم أفضل طريقة شافوها هو قتل المتظاهرين وتصفية الأمور لهم. أنا قبل كم يوم قرأت على تايتل أحد التلفزيونات يقول اي شخص يقتل من القوائم المستقلين لا يجوز استبداله باخر، فمعناه شنو؟ هو يردون يصفون الناشطين المستقلين حتى عمود يبقى لفلان وعلان هم اللي مسيطرين على الانتخابات، هذا اللي هم جاي يشتغلون عليه. فاذا بقى راح صاد اثل، اتمنى اذا تكون المظاهرات تكون لها قياده، اذا بقت على هيجي على الشعبويه مالتها راح يعني ما تجيب نتائج. اتمنى ان تكون اكو قياده سياسيه، اراده سياسيه تقود هذه المظاهرات. صار كل سنوات اشوف يعني اصبحت يعني شلون مثل ما تقول كافي، انه العراقيين غير قابلين وغير مقتنعين بهذه الحكومات. اتمنى يكون هسه هذه المظاهرات تقودها إرادة سياسية وقيادة حتى على مود نقدر نسيطر بهذه الأحزاب. أما إذا بقت المظاهرات بهالصورة هذه أشوف يعني ما راح تجيب نتيجة، وهذا هو يعني هذا رأيي أنا يعني. أخ عبد الرزاق أنا بس أرد أسأل سؤال، أنت ذكرت ببداية ما حكيت أنه قتل الناشطين والمتظاهرين هو محاولة من الحكومة لإفراغ الساحة لهم. نعم. زين سؤالي، هم ذولا تفضل اللي دا يحكمون اللي قاعدين على كراسي السلطه بالعراق ودا ينهبون ويعبون جيوبهم، ذولا مو يصعدون بانتخاب المفروض يعني مثل ما هم يقولون مو بانتخابات يصعدون؟ هم اي لا مو انا اريدك انا ماني ليش يعني انا عارف انه ماكو انتخابات وكلها تزوير، بس هم مو يقولون هيك انه انا اصعد بانتخابات، انا اكو سؤال وراء هالغايه هاي. استاذ فلومو حتما يقولون، لان هو اصبحت يعني اللغه مالتهم الكذب، فهم حتما يكذبون على الراي العام، على الناس المحليين الناس السذج يكذبون عليهم. سؤالي هنا، لما يقتلون الناشط ويقتلون المتظاهر ويقتلون المواطن ويقتلون الكاسب ويقتلون التاجر ويقتلون الصايغ ويقتلون الاستاذ الجامعي ويقتلون المهندس، منو راح ينتخبهم بعد ويصيرون هم حكام؟ صراحة دكتور هم يعرفون كل زين بانه الشعب رفضهم وما بعد يطيقهم، فهم شو يسوون؟ يحاولون هم اكو اتفاقية تنفذها كامريكا، وهذه ترى هذه كلها اتفاقات من تحت الطاولة ويا الامريكان على ابقائهم،
هم لو امريكا صدقني لو ما مستفاده من عندهم ما تبقيهم، لكنه هذا كله غطاء ولا اتفاقات مالتهم من تحت الطاوله. شوفت ما نقول احنا بالمثل العراقي الخال الخال وابن اخته، فهم ذولا ترى اتفاقاتهم قويه ويا امريكا، وازيد اسالهم حتى ويا اسرائيل عندهم اتفاقيات كلش قويه. اما هذه الشغلات هاي البهلوانيه مالتهم هاي ما يعرضونها لا علي ولا عليك ولا على الناس اللي قاموا دارت اللعبه، يعني هذه القواعد اللعبه مالتهم اللعبه السياسيه مكشوفه معروفه من هواي من الناس استاذ اخي. لكنه للاسف تبقى احنا عندنا شريحه من الناس، ناس بفطاء، ناس سدت اي بشر عليهم هاي الشغلات، والا ترى هي اللعبه مالتهم معروفه بين اتفاقات بين امريكا وبين اسرائيل على انتصاب حتى ينهبون ثروات هذا البلد. تحياتي لك. شكرا 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 لك عبد الرزاق. عباس من واسط، حياك الله يا عباس. حياك الله، السلام عليكم. عليك السلام والرحمه والاكرام، تحيا والدوم اخوي العزيز، تفضل. الله يسلمك، يعني بخصوص هاي المظاهرات عيني. اي عيني، احنا حصلنا قبل حتى حصلنا هسه، شو مظاهرات ما عرفناها، ساعه ناشطين خبصونا بالناشطين، هسه هم الناشطين صار لهم سنه سوونا سوانا الله وكيلك، حتى قطعوا خبزتنا الله وكيلك، سوانا الناشطين هسه صار لهم سنة حرقوا الأمة، حرقوها من البصرة لبغداد، حرقونا حرق هسه الناشطين سوانا، يعني هسه هم الناشطين ميتين على الشعب. الناشطين هم يريدون هلهم، الناشطين هم يريدون لهم فرحة بالبرلمان ويقومون يأكلون وهذا ويخلون العالم يطبع مرض المواد. أخ عباس، أخ عباس، سؤال عيني. يعني اللي يقول لك انا ما اريد ايران وامريكا تتدخل هذا مو خوش ادمي، واللي يقول لك انا اريد سياده هذا مو خوش ادمي. اقول لك اسمح لي عيني استاذي، شو ايران برا ومنتجه على امريكا؟ ايران برا وامريكا برا اي ما يقولون امريكا برا. امريكا سوت قبل يوم استعرضت بالخضراء وموتت الناس، مو لا يجربون اسلحه الخضراء بالبغداد. لحظة يعني المتظاهرين مو ضد الأمريكان بس ضد إيران؟ لا مو ضد الأمريكان. أنا بالنسبة لي أريد أشارك بالمظاهرات وبطلك. ها أنا أنصحك أخ عباس، أنا أنصحك لأن هسه أنا ما راح أحكي وياك، أنت ما راح تسمعني، بس أنصحك تفتح اليوتيوب وتسمع شعارات المتظاهرين لما رفعوها كلا إيران كلا أمريكا. أنا متابع المظاهرات، أنا متابع من يوم صارت لحد الآن، أنا متابع المظاهرات. أخ عباس، لا إيران عمي، إحنا لا نريد إيران ولا نريد أمريكا ولا نريد ما نريدها. الحكي أنا على أمريكا يقول هذا ويا إيران، إحنا ما نريد لا أمريكا ولا نريد إيران. أخ علي، أخ عباس، عفوا أخ عباس اسمعني، يعني هسه أنا شريد أفتهم من عندك، أنت ويا الحكومة ضد المتظاهرين؟ لا مو ضد المتظاهرين. زين الله وكيلك، كان رجال واحد من يجار كل شيء، ما وأنت تقول حرقونا حرق صار لهم سنة، إيش قدموا لنا؟ إيه ما سووا نتيجة يا قلبي، ما سووا نتيجة. الله وكيلك، أنا أول ما صارت المظاهرات ريت أطلع بالمظاهرات وبطلت، مش بديش شغلة بطلت. طيب أنا أعتذر منك، بس الوقت أدركني وعندي رسائل واتساب أريد أقرأها. بس أخ عباس أريدك تحط بنظرك أنه هذا المتظاهر اللي شايل علم وما شايل غيره، علم قطعة قماش يرف فيها والعلم العراقي ما شايل راية ثانية، وقدامه بمبكشن ومدفع وقنابل مسيلة للدموع غير مخصصة للاستخدام المدني ورشاش ومسدس وسيارة دوسة واعتقال وتعذيب وأنواع الأشياء اللي صارت من القوات الأمنية، وقارن لي هذا المواطن اللي لغى الطائفية اللي هم أسسوها هذول الحكومة، تجي هسه تقول هم ما قدموا لنا شيء. أنا عندي منجز للمتظاهرين أنهم ألغوا الطائفية. بالنسبة للواتساب، الميليشيات المجرمة هم أذناب الفرس وعاثوا في الأرض فسادا ودمر العراق من قتل وتنكيل وتعذيب في السجون والمعتقلات. عندي رسالة ثانية تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أستاذ وياك أبو محمد من الرمادي، أبو محمود عفوا، إحنا أهالي معتقلين الرزازة أستاذ يقولون عفو عام ماكو بس حكي، يعني المغيبين في سيطرة الرزازة يشملهم العفو؟ أستاذ والله الأهالي المغيبين يوميا يعيشون بحالة قلق والله برياء، يعني هاي الحكومة مصطفى الكاظمي ما تقدر تدخل جرف الصخر، حسبنا الله ونعم الوكيل.
علي. أخويا أفل يقولون وطالب بالعفو العام عن الأبرياء. زين، هو من اعتقل الأبرياء ومن اللي راح يعرفهم ويطلعهم؟ أخويا عفنا من هاي اللعبة باعتراف السياسيين، 90% من المعتقلين أبرياء اعترفوا بسبب التعذيب. أخويا الخاطر المظلومين اللي هم 90%، خلي يطلعون 10% لأن نعرف أنه العفو راح يشمل 10% ويظلون بس ولد الخايبة. نطالب بالعفو العام ونرفض كل عفو لا يشمل أخواننا أبناء السنة. رسالة أخرى، السلام عليكم. عفواً أخوي العزيز، أنا شلون أحصل رقم أنت ترى؟ أخوي العزيز، إذا تتابع أكو شريط أسفل الشاشة أبيض تطلع به الأخبار، هذا الشريط في نهايته تطلع نافذة أنت ترى وبها الرقم، سجل الرقم يمك، وأي شيء تريد ترسله من فيديوهات تقدر ترسله على هذا الرقم وإن شاء الله نشوفه ورد عليه. السلام عليكم، أقول حياك الله يا عراق يا حراء، حياك الله يا بشير يلي حرقت مقرات الأحزاب، ولو عندي بنية ما يسأل إلا واعد مثل بشير عباس أخوكم حسام. وأقول لأخوي يا عبد الرزاق، إذا فرضا رشح واعد شريف ونجح بالانتخابات، تعرف إيش راح الحكومة تقول؟ راح تقول الانتخابات مزورة ويلغون النتائج مقدما، بس ما دام هم يفوزون فهي الانتخابات صحيحة. مشاهدينا الكرام، احنا عندنا مشكلة اليوم بالعراق، الغلط صح والصح غلط. اما اذا احنا نفكر مثل اخويا عباس من واسط انه لازم كل شيء ما نسوي ونسكت لانه احترقت الدنيا، فما اتوقع هذا الشيء راح يصير. الشعوب اذا تكاتفت للي هي تريده راح يستجيب لها القدر مثل ما قال ابو القاسم الشعبي. تحية طيبة لكم، نلتقيكم على خير ان شاء الله بحلقة جديدة من برنامج صوتكم باكر بنفس الوقت. الى اللقاء.